السيدات والسادة، إن السكوت على هذه الاعتداءات الغاشمة لإيران عبر عمليات عملائها في المنطقة سوف لن يجعل أي عاصمة دولة عربية في أمان من هذه الصواريخ البالستية. إن المملكة العربية السعودية لن تقف مكتفة الأيادي أمام هذا العدوان السافر، ولن تتوانى عن الدفاع عن أمنها الوطني للحفاظ على أمن وسلامة شعبها. ونحن جميعا مطلوبين بتحمل مسؤوليتنا القومية وصيانة أمن واستقرار دولنا للتصدي لهذه السياسات الإيرانية العدوانية تجاهنا.